السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون دراسة معاكم رمضان؟ ابيكم كلكم تشدون حيلكم بالاختبارات، وانا بعد الاختبارات. بما اني بطار الدراسة والاختبارات، عندي لكم سؤال يبين ان انتم مركزين ولا لا. السؤال هو: ما هو المعدن الذي يوجد في شكل سائل؟ ها، ذكرتكم بالنسبة ولا لا؟ المهم الحين ابيكم كلكم تجاوبون اجابات صح عشان اتاكد ان انتم مركزين ولا لا. اوكي، حابين تفوزون؟ شاركونا بإجاباتكم بحساب ريذا كيدز، كل يوم في 3 فائزين.